والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طبيعة الموضوع تستدعي أن نقسمه طبعاً إلى مجموعة العناصر أو مجموعة أو على الأقل محورين، محور تشغيل ومحور القاصرين، لكن نظراً للمدة المحددة سوف أحاول أن أركز على المحور الثاني واللي هو القاصرين، وطبعاً ضمنياً سوف يدخل عنصر تشغيل هذا المجال أو هذا المحور. لكن قبل ذلك سأحاول أن أمهد لمجموعة من العناصر التي أعتبرها أساسية مؤثرة لهذا الموضوع. سأحاول أن أختصرها أربعة ولا خمسة العناصر. على كل حال باختصار وباختصار شديد، وأنتم قولوا أهلها فكيفوها كما هو معتاد، خاصة بالنسبة لطلبتنا بالنسبة لأساتذتنا. العنصر الأول هو بحثت عن جزء منه الأستاذ الفاضل، وهو وجود الطبقية داخل المجتمعات، وهذا ليس وليد ذا عصر النهضة وليس وليد الحماية، بل هو ممتد وضارب بجذوره في أعماق التاريخ. لا نجد أي مجتمع من المجتمعات يخلو من هذا العنصر اللي هو الطبقية، بمعنى وجود طبقة الأسياد، وجود طبقة الأشراف، وجود طبقة الإماء، الموالي، العادي، إلى غير ذلك مما نجده داخل المجتمعات. طبعا تشغيل القاصرين المحتاجين خاصة، هنا كاين قاصر محتاج وقاصر غير محتاج، وأمثاله من الكبار عامة، مرتبط بهذه الظاهرة، لأن كلما كان الفقر كلما كانت هناك الحاجة. علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يقول: ما رأيت نعمة موفورة إلا إلى جانبها حق مضيع أو مضيع، ما جاء فقير إلا بما ماذا؟ إلا بما شبع غنيه. وهذا هدف طبعا لكلام الله عز وجل، وهذا التحقيق لقول الله عز وجل في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. هذا الحق عندما يضيع طبعا الفجوة بين هذه الطبقة وتلك لا يمكن أن تهدم، وسوف تبقى موجودة إلى الأبد. من ناحية ثانية، هذا بالنسبة للحاجة المادية، ولكن هناك حاجات أخرى قد تكون حاجتي إلى الطبيب وحاجتنا إلى المعلم، الناس للناس بعضهم لبعض، وإن لم يشعروا خدموا، الناس للناس بعضهم لبعض وإن لم يشعروا خدموا. إذن هذه من ناحية أخرى. إذن هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، ما دامت هذه الظاهرة موجودة فلا بد من التعامل معها وفق المعايير التي وضعها الشرع الحكيم، ووفق الضوابط الإسلامية، ووفق منهج شرع الله عز وجل، واقتداء بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في التعامل مع العبيد، مع الخدم، مع الإماء، وكذلك بطريقة أو كيف، وهذا الأمر الذي يجب أن نعلمه، هو المنهجية التي سار عليها المشرع الإسلامي أو الشرع الإسلامي في محو هذه الظاهرة، طريقة التدريج. سوف نصل إلى هذا لاحقا. النقطة الثالثة، الحديث عن تشغيل القاصرين أو القاصرات هو حديث عن تشغيل الأطفال، هو حديث عن تشغيل الأطفال. أطفال سرقت منهم طفولتهم، والحديث عنهم كأطفال يستدعي الحديث عن حقهم بحياة كريمة. حق سبحانه وتعالى يقول: قد كرمنا بني آدم، بني آدم طفل، رجل، شاب، كان إلى غير ذلك، أبيض، أسود، الكل مكرم، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، الميزان لا يرجح إلا بالتقوى. إذن الحديث عن حقهم بحياة كريمة، في وجودهم ضمن أسرهم، حقهم في الصحة، في اللعب،
موجودة وممتدة ولا دارس في محصلها ما دامت هذه الطبقية موجودة، فحقهم في الحياة الكريمة وإن كانوا ضمن أسر غير أسرنا. النقطة الرابعة، وسائل العلاج لا تكون إلا بما سار عليه نبي الإسلام، إذ بنى هذه الأمة على أساس العقيدة والأخلاق. انتبهوا جيدا على أن الإسلام، على أن الرسول صلى الله عليه وسلم في مهد هذه الرسالة وهو مع القلة القليلة التي آمنت معه سوف يعمل لمدة 13 سنة أو قريب في مكة المكرمة، وهو يعمل على بناء العقيدة، تصحيح العقيدة، ثم بناء الأخلاق وتصحيح الأخلاق. هذه العقيدة وهذه الأخلاق لا يمكن وما كان لتؤتي ثمارها لولا عنصر أساس في هذه المرحلة. ما هو هذا العنصر؟ هذا العنصر هو مسألة التآخي في المرحلة المبكرة، وإن كانت في المرحلة المبكرة سواء بناء الأمة الإسلامية، الدولة الإسلامية المبكرة، سوف يكون هذا هو الأساس المبين. ولكن حتى في المرحلة المبكرة سوف يذهب إلى هذا العنصر ويعمل على بنائه، لأن هذا هو الأساس في سطر هذه الأخلاق وفي العمل على تبتل هذه العقيدة التبتل الصحيح. هذا العنصر هو عنصر التآخي، عنصر التآخي. والحق سبحانه وتعالى يقول: إنما المؤمنون إخوة، صغارهم، كبارهم، سوف نجد هذا الأمر يتمثل واقعا عمليا مع الرعيل الأول الذين تربوا على يد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم قلة مضطهدون في مكة، يتلقون عن الرسول صلى الله عليه وسلم في بيت الأرقم في أبي الأرقم، يتعلمون العلم والعمل معا، يتعلمون العلم والعمل معا. النموذج الأبرز في هذه المرحلة لعل الكل يعرفه أو جل على الأقل الفارسيين يعرفه، وهو سالم مولى أبي حذيفة. أبو حذيفة كان من أشراف مكة، كان من أشراف مكة، أسلم معه سالم مولاه، كان من الغلمان الذين يخدمونه، اتخذه نظرا لتمكن العقيدة وتصحيحها في نفوسهم، سمو أخلاق المسلمين، سوف يتخذ سالما أخا له بداية، بعد ذلك سوف يسمو إلى مرتبة الإحسان، سوف يسمو إلى مرتبة أن يتخذه ولدا يتبناه. ظاهر التبني كانت معروضة ومتداولة في هذه المجتمعات، سوف يبقى سالم هذا متبنى أو يسمى سالم ابن أبي حذيفة إلى أن ينزل الحق سبحانه وتعالى قوله: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين. إذا هذا الصحابي الجليل سوف يتمثل هذا الأمر، أمر الأخوة واقعا عمليا في حياته، بالرغم من كل الكلام وكل ما سمعه جلسه سوف يؤمنه، سوف يجعله يقوم به الصلاة. هذا تكليم، وأيما تكليم، لأنه كان أحفظ منه للقرآن الكريم، والله عز وجل يرفع أقواما بكتاب الله ويحط أقواما. إذا كانت هذه النقطة الأخيرة التي المؤثرة بهذا الموضوع. طبعا نصوص الحديث هي الواردة، لا نجد فيها مصطلح قاصر، مصطلح تشغيل قاصرين، هذا المصطلح الحديث، ولكن نجد مصطلح العالم الإيمان كذا، أشياء من هذا الخادم، أشياء التي تحدثنا عنها. وطبعا الخادم الذي يخدمنا والذي يسهر على أمورنا كيف ما كانت ونعمة
من نعم الله عز وجل، ابتلانا الله عز وجل بوجوده بيننا. يقول الله سبحانه وتعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض الدرجات ليبلوكم فيما آتاكم. إذن الحق سبحانه وتعالى جعل لنا اختبار في وجود هؤلاء معنا، والرسول صلى الله عليه وسلم سوف يقسم للعمال للخدم من الحقوق ما شرع لهم من الآداب وهكذا. إذن مدام السيد الرئيس يستعجلني، سأحاول أن أعالج مباشرة هذا المجموعة من النصوص الحديثية التي أصل بها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المقام. يقول صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خولكم، يعني خدمكم إخوانكم، يبدأ إخوانكم يعني لو جميع الأخوة، جعلهم الله تحت أيديكم. يقول كذلك فيما يرويه أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: كنت أضرب غلاما لي بالصوت فسمعت صوتا من خلفي، سمع صوت مرات يقول أعلم أبا مسعود، غضب أعلم أبا مسعود، فإذا هو يقول أعلم أبا مسعود فقائد هو رسول، لما التفت وجده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقول أعلم أبا مسعود أن الله عز وجل أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام، من قدرتك على هذا الغلام. فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. وهكذا تتم الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تفعل للمحت سمع، بمعنى لكان مثواك جهنم وبئس المصير قدرا لتعذيب على هذا الغلام. هكذا سوف نجد من ناحية فقهية، ولعلك أستاذ سوف يتطرق إلى هذا، أن كفارة أذى الغلام أن يعتقه سيده. وهذا الأمر سوف يتمثل أيضا واقعا عمليا مع الجارية، جارية أم المؤمنين صفية، التي وجدت بها عند أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عندما ذهبت إليه، جارية ذهبت إليه وقالت إن صفية تحب يوم السبت، أنها كانت يهودية وأسلمت لزوجها. فالرسول صلى الله عليه وسلم: إن صفية تحب السبت وإنها تصل اليهود. فاستبصر أم المؤمنين فقالت: أما السبت فإني والله لا أحب أن أبدلني الحق سبحانه وتعالى به الجمعة، فكانت هي العيد بالنسبة لي. وأما اليهود فلي فيهم رحما فإني أصل رحم. وهكذا حرمه الحق سبحانه وتعالى وحرمته الشريعة. بعدما انصرف استدعت الجارية، انتبهوا إلى الحلم، إلى التمثل كلام الله عز وجل. استدعت الجارية وقالت لها: ما دعاك أن تقولي كذا وكذا؟ قالت: إنه الشيطان. فقالت لها: ذهبي فأنت حرة لوجه الله. تمثل قول الله عز وجل في هذا المجال أين يتجلى؟ الحق سبحانه وتعالى يقول: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. كظمت غيظها فلم تعرفها، لم تضربها، لم تسبها ولم تشتمها، لو كان واحد منا لفعل بها الأفاعيل. كظمت الغيظ عفت فقالت لها بل عفت وانتقلت من مرحلة العفو إلى مرحلة الإحسان، وقالت لها: اذهبي فأنت حرة لوجه الله. مجموعة من الأحاديث، سوف أقف هنا، مجموعة من الأحاديث خاصة ما يرويه أنس بن مالك باعتباره كان خادم الرسول صلى الله عليه وسلم. النقطة الوحيدة التي أريد أن أشير لها، لأن لا يسعفني الوقت أن أقف عند حقوق هؤلاء الشريعة الإسلامية، هو أن هؤلاء الذين كانوا يقفون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أحفظ الناس لي
صلى الله عليه وسلم.